عارف انا ابن مين والكرة ابن مين؟ يعني ابن ادم وادم من تراب، كلكم لادم وادم من تراب، اليوم انت حي فوق التراب فلا تتعالى، فغدا انت في بطنك الله فانه لا يحب المستكبرين. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. مراتك تقف بالساعات في المطبخ عشان تعمل لك اكل وتستكبر ان تقول لها كلمه طيبه. روح للجزمات المسكين وهو من سن والدك وتديله رجليك كده وانت واقف عشان يلمع لك الجزمه، وحضرتك واقف والنضاره في عينيك في كل فخر وكبرياء. سبحان الله. علي من صاحبتك يا ست روحي صلحيها، هتقول لك لا والله لو ما جت لي لحد هنا واعتذرت ما نسامحها. ما هذا الكبر عباد الله؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. اسمع يا من تتكبر على عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه برقم 2021 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. شل الله يده لمجرد أنه تكبر على قبول النصيحة. فألام الكبر عباد الله، إننا من أضعف مما خلق الله عز وجل، وخلق الإنسان ضعيفا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن برقم 7382 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يلقي السلام على الصبيان ويخيط نعله ويكنس بيته ويساعد زوجاته. أبو بكر كان يحلب الغنم إلى جيرانه، فلما تولي الخلافة سمع جارية تقول: الآن لا يحلب لنا أبو بكر غنمنا. فقال: لا، لعمري لأحلبنها لكم. عمر بن الخطاب جاءه وفد فكبروه وعظموه، فحمل قربة على ظهره، فرآه رجل قال: عنك يا أمير المؤمنين، أتحمل قربة على ظهرك وأنت أمير المؤمنين؟ فقال: جاءني وفد فكبروني وعظموني فأردت أن أكسر نفسي. عثمان كان أمير المؤمنين وكان يردف ابنه خلفه على الحمار، وكان يقيل الظهيرة في المسجد فيقوم من النوم والحصير قد علم في جنبه. ذهب الإمام علي إلى السوق واشترى بدينار قطعة لحم ثم حملها في ثوبه، فقالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين. فقال: لا، فأنت من أنت لتتكبر على عباد الله، وأنت من أنت لتتكابري على عباد الله؟ اتق الله، إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين.